يعني احنا عم نلاحظ دائما قبل كل اجتماع عم بيكون في عنا شويه حذر، شويه تخوف، شويه تخارج حتى اذا بدك من الاسواق. طبعا نتيجه انه في بعض المستثمرين وبعض رؤوس الاموال عم بيشوفوا انه عنا نوعين من انواع العوامل اساسه الفدرالي رح ياخذ قراره. العامل الاول طبعا بشكل عام هو الانفليشن، التضخم اللي مراقبته عم بتكون بشكل جدا شديد وجدا كبير، حتى مؤشرات التضخم عم بصير مراقبتها الـ 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 الأفراد المؤسسات عم بيشوفوا أرقام الـ CPI، عم بيشوفوا أرقام العوائد سنتين 10 سنين ياخدوها كمؤشر. العامل الثاني اللي من جديد صار عندنا كمؤشر لاهتمام شديد بقرارات الفيدرالي اللي هو التعافي. بالعادة طبعا هذا بيكون مؤشر جيد، ولكن اي مؤشرات من مؤشرات التعافي اللي احنا عم نشوفها، اللي شفنا طبعا يمكن بالايام الماضيه الارقام عم بتورجي انه في نوع من انواع التعافي، هذا بيكون مؤشر انه يمكن الفيدرالي شوي يتشدد بسياساته، شوي يمكن يبلش يذكر موضوع اسعار الفائده. ولكن برايي ما راح يكون في اي نوع من انواع التغيير. الفيدرالي مع العلم انه في تعافي، مع العلم في يمكن شويه مخاوف من التضخم، ولكن هم مدركين تماما انه التعافي هش، ما زال مش سستينبل ولا كونكريت ريكفري اذا بدك تسميها. دولار كيف رح يتحرك على اثر هذا حديث الموضوع او اي ذكر لموضوع تغيير؟ سوري، الدولار حكيتي؟ نعم، الدولار كيف رح يتحرك اذا ما كان هناك تثبيت كما تتوقع؟ راح يكملوا بالتثبيت الاهتمام الاكيد الاساسي هو موضوع التعافي. الدولار راح يضل بالنزول اذا بدك اللي احنا شايفينه فيه، او الضعف اللي احنا شايفينه فيه. عم بيكون ردات فعل قبل الاخبار، عم بنشوف ارتفاعات عم بتصير على العملات الاخرى مقابل ارتفاعات للدولار عفوا قبل الاجتماع، ولكن اللي راح نشوفه انه راح يضل بهذا المسار اللي هو فيه، ما راح يصير فيه اي تغيير، لانه الهم الاساسي حاليا للفيدرالي هو موضوع التعافي الاقتصادي اكثر من اي شيء ثاني. طبعا التصريح الهام من بنك انجلترا اشار الى معضله اداره تريليون استرليني من السندات، ماذا يعني ذلك وما السيناريوهات برايك؟ صحيح، يعني من الطبيعي برضه يمكن عم نشوف احنا تعافي في امريكا، ولكن لسه شويه ضبابيه بالاتحاد الاوروبي وببريطانيا. عملية إعادة الإغلاقات، عمليات السياسات المتشددة اللي عم بياخدها المركز البريطاني، وعمليات الضخ اللي يمكن شفنا بالاجتماع الأوروبي كان حتى عملية إذا بدك ريكومنديشن أو عملية نصيحة أنه بالاستمرار بهذا الموضوع. فالرقم ما بنقدر نعتبره جديد، يعني صار لنا فترة عم نسمع عن الضخ اللي عم بصير وعملية شراء الأصول اللي عم بتصير، وما راح يكون له تأثير إضافي. هو فقط بس يمكن أعلنوا التوتل تبع الرقم أكثر من تأثير راح يكون على الاسترليني بشكل عام، ولكن التأثير راح نشوفه بالإعلانات الجاي. هل راح يستمروا كمان يمددوا كمان مرة الإغلاق، ولا راح يصير فتح؟ لأنه كان في تفاؤل بإعادة فتح بالاقتصاد البريطاني للأيام الماضية. كما تبعنا يعني الحديث عن اتفاق بين واشنطن وأوروبا عن قضية دعم صناعة الطيران، برأيك إلى أي مدى هذه الخطوة ستكون نوع من الاتحاد ضد الصين؟ وباختصار لو سمحت. صحيح، يعني احنا هلا عم نشوف في يمكن توجه مشترك ضد الصين وضد روسيا بنفس الوقت. اكيد هلا إدارة بايدن من مصلحتها انها تصلح كل المشاكل اذا بدك اللي عملتها الاداره السابقه مع المكسيك، مع كندا، مع الاتحاد الاوروبي، وهي خطوه كثير قويه راح تكون فعليا عشان مواجهه الاقتصاد الصيني والتوسع الاقتصادي الصيني اللي شفناها بالفترات الماضيه عم بتزيد بشكل كثير كبير. فمن المؤكد انه من مصلحه امريكا هلا تعيد بناء كل الاتفاقيات اللي تم الخروج منها او هدمها حتى بشكل كامل، على اساس يكون عندهم شركاء تجاريين في المواجهات اللي قادمه اللي هي حتميه مع الصين. اشكر تواجدك معنا وايضا كل هذه التوضيحات الرئيس التنفيذي لسيف اي دبي نضال عبد الهادي، شكرا جزيلا لك.